نقف عند هذه النقطة. في نوبة غضب ورغبة جارفة في التغيير. لو تسمح لي أتوقف عند هذه النقطة. أستقبل عبر الهاتف الشيخ يوسف غانم إمام مسجد أحمد غانم بمدينة سرس الليان في المنوفية وإمام وقاعة طبعا السحل من قبل الجماعة الإرهابية بين حكم الإخوان كانت في 2012. يا شيخنا برحب بحضرتك. يا اهلا وسهلا استاذ لمى. اهلا بيك يا شيخ يوسف. الحقيقه حضرتك من ضمن الابطال في هذه المرحله. الله يطول عليك. والله وتابعنا كمان شهاده حضرتك في هذا الفيلم عن هذه المرحله وعن محاولات هذه الجماعه السيطره دايما على المساجد اللي ليها تاثير في كل منطقه. ازاي قومتم ده يا شيخ يوسف؟ ازاي كان عمل حضرتك؟ لانه الحقيقه كان في اكثر من امام وحضرتك طبعا على راسهم تعرضوا للتطاول من قبل الجماعه في الوقت ده. الحمد لله ده فضل من عند ربنا ان ربنا اعاننا على الناس دي. لان الناس دول ما همش اهل ثقه. وربنا سبحانه وتعالى اراد ان يسحق بيهم. لأن هم كانوا بيكنوا العداء لمصر. وربنا تبارك وتعالى في قصة سيدنا يعقوب عندما قال لأولاده ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر بلد الأمن والأمان. والإنسان طالما ثقته بالله عالية ثق تماما إن ربنا سبحانه وتعالى. شيخ يوسف أعتقد إن دوركم كان أصعب لأن حضراتكم ليكم دور في الدين ودي لعبتهم لعبة الدين. حضراتكم من طرف وهم من طرف آخر. نعم هم أصل هم من طرف سيء ما همش من طرف واقف على أرض صلبة. هم ما همش أهل دين. هم بيجرم علشان المناصب علشان إنه مثلا يعلو في الأرض عشان إنه يبقى له مكان. إنما إحنا الحمد لله بفضل من الله دي رسالة ورسالة فيها ثبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. هي العملية مش بحفظ القرآن وبقال الله وقال الرسول إنما ربنا تبارك وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. وكلمة واتقوا الله الخوف من الجليل. الإنسان يعمل لربنا ألف حساب. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. هم ما عندهمش رضا. هم عاوزين هم أهل طمع. هم أهل طمع. هم عاوزين ياخدوا الدنيا بحل ويكوشوا على الدنيا بحل. إنما احنا الحمد لله راضيين باللي ربنا قسمنا وبنأدي فرض ربنا كما أنزل وبنحاول بقدر الإمكان إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح ما بيننا وما بين الناس علشان الكلام يبقى مقبول عند ربنا. بحييك وبشكرك يا شيخ يوسف على وجودك معنا وعلى دورك في هذه المرحلة. شيخ يوسف غانم إمام مسجد أحمد غانم في مدينة سرس الليان بالمنوفية وطبعا إمام واقعة السحل من قبل الجماعة في 2012.